السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم مزيان؟ كيما كتشوفوا بناتي اليوم الجمعه، مشيت لبيم نصور لكم اخوتي التخفيضات اللي كاينه والعروض اللي كاينه جديده. صراحه هاد السيمانه كاين ما يتشاف وكاين ما يتشرى. كاين انا اخوتي هاد الدراب، هاد المجموعه بصراحه كيجيبوها كل عام اللي كيقرب رمضان، كيجيبوا بحال هاد الهميزات. هاد الدراب اخوتي زوين، انا راه عندي واحد بحالو. المهم اخوتي الاثمنه راه غادي نخليها لكم في الاخر. وجابوا اخوتي هاد الحكاكه ديال مطيشه، حكوا فيها هكا مطيشات، ثومه، الكوزه، البصله، تحكوا فيها الخيار، تحكوا فيها اي حاجه. المهم هادي صغيوره صراحه، تحط هكا حداكم في الكوزينه وديري لهم صراحه اثمنه زوينه. كان اخوتي هاد البالات تهزو بها هكا الكيكه، تحطو وحداكم هكا في الطبيله، الكيكه تهزو بها البيتزا كاملين اخوتي عندهم هاد القبيضه ديالهم في الكحل، كاين اللي عندهم القبيضه ديالهم في هكا في الكري. والعام اللي فات اخوتي جابوهم في الاحمر وجابوهم في الازرق وجابوهم في الكحل. هاد العام ما لقيتش فيهم هاد اللوينات، لقيت فيهم جوج ديال اللوينات. المهم انا كندور اخوتي وغادي نوريكم العروض اللي كاينه جديده. وجاب اخوتي هاد المجموعه ديال الماس، هاد الماركر كتكون ماضيه. ومشينا اخوتي حتى للعشيه انا وفاطمه ولقينا باقي الخير. هادي اخوتي راه زوينه، انا راه عندي هكا كتحطيها فوق البوطاجي، كتحطي عليها المعلقه ملي تحركيها كالجميله اولا كسرونه اولا طويجين تحطيها حداك. وهذه خوتي كتحطي فوق منها الطاجين، تفوق منها الطاجين، تحطي فوق منها اي حاجه كتكون سخونه، راه واخا تشوفوها ما تبانش لكم بلاستيك راه قابله للسخون. وجابوا هاد الماس، هذوك الميسات اخوتي راه زوينين ديال الصليخ، فهكا لكن العيد الكبير ولا هذه راه كينفعوا. وجابوا هاد البلاطو، هاد البلاطوات راه متقيقلين وزويونين ديال البلاستيك، وفيهم بصراحه لوينات زوينين. هادو هما الالوان اللي فيهم. هانتوما مشينا حتى للعشيه بصراحه راه باقي الخير. هادي كانت باقا من السيمانه اللي فاتت، هادي ديروا فيها هكا وحده سنيده وحده ديروا فيها السكر. باقا عندهم هاد الراديونات تا هما ديال السيمانه اللي فاتت، داير 120 درهم، زوين بصراحه تحطو حداكم في الكوزينه. حنا كنبقشو انا وفاطمه اللي بان لينا راه حنا غنصوروه لكم. كاين هاد لي طاس ديال القهوه تحطهم هكا في الطبيله، فيهم الالوان اللوينات، كل طاس في اللوين ديال القهيوه، والله الا بصراحه زوينين. سته ديال ديال الكويسات. وكاين هاد المشيطه، مشيطه ديال الضو بالنسبه للبنيات، تكون هادي ضروري تكون عندهم تسرح لهم الشعر ديالهم. هادي راه جابوها السيمانه اللي فاتت. وباقي عندهم هاد العلاقات، هاد العلاقات راه ثلاثه السيمانات هما فاش جابوهم، باقي عندهم منهم، باقي عندهم مع البيض، كانوا جابوا الغوز والبيض. هاد المقيله خوتي راه ثقيله زوينه، هادي راه زوينه بصراحه كتنفع، انا راه عندي بحالها. ديروا فيها كقطيبات، شويو فيها الكبدات، ديروا فيها اي حاجه. وجابوا هاد البيجامات، البيجامات هادو راه كاشمير، هادو راه ديال الوليدات الصغار، دايرين 70 درهم. هانتوما هذا الفوقاني وهداك راه السروال، فيها الكري وفيها الحمار. وهاد الكاشميرات ديال الغطا هادو راه جابوهم السيمانه اللي فاتت، دايرين 120 درهم، فيهم الالوان. راه كاين شي بي ما بقاوش فيهم، سولوا عليهم الناس وهذا راه باقي. هاد بي راه في الناس ديال القنيطره، هاد راه في الخبازه في ديور صنياك. وهذه البيجامه هذيك اللي وريتكم قبيله ديال الدراري الصغار، وهذه ديال الكبار، فيها الطايات والكشمير ديالهم زوين.
هانتوما هادوما اللوينات ديالهم. وجابوا هاد الكروسة ديال التقاضية ديال الخضرة دايرة 300 درهم، ولكن راه زوينة. وسط منها هاد الصويك، قالك هاد الصويك هكا الا خديتي اللحام ولا الحوت راه بحال شي تلاجة، كيحافظ على الحاجة ما كتخسرش حتى الا كانت الطريق طويلة. ولا انا ما كنتش عارفة، واخا شفتها السيمانة اللي فاتت حتى شفت الناس كياخدوهم، قالك لان راه فيها هاد الصويك قابل للبرودة. دايرة 300 درهم، فيها هاد اللون الاحمر وفيها الزرق وفيها الكحل. وجاب اخوتي هاد البلازمات، هادي راه النمرة 43، دايرين فيهم التخفيض. المهم اللي بغى شي وحدة يجي ليها. ودايرين التخفيض في هاد الباندوش، هذا راه بنكهة الورد زوينة. كانوا كيجيبو واحد الماركة راه مبقاوش كيجيبوها تقطعات، وهذا بنكهة الكراز. صراحة هذا ما عمري ما خديته انا، ما عرفتش الريحة ديالو كيفاش دايرة. داير 21 درهم، صراحة راه قرعة كبيرة راه تدي ليكم. وهداك ديال الفانير انا فايتة واخده، وهاد المضيربة ديال البلاصة هذا هو الثمن ديالها. المهم اللي بغى شي مضيربة خوتي، هادي راه ماركة زوينة. شاكرا لهم الناس، مرة كيجيبو الصغيرة مرة كيجيبو الكبيرة. وهادو هاد البلازما راه كبيرة على الاخرى، هادي راه النمرة 65. المهم اللي بغى شي وحدة كبيرة، هذا هو الثمن ديالها خوتي. هادي هذا هو الثمن ديالها، راه نقصو فيها، هبطوا لي هاد الثمن. ودايرين التخفيض في هاد الفرماج، هاد الجبن كان ب53 ولا ب50 ولا ب50 درهم. هاد الزبدة البدوية اللي كيبغيها راه حتى هي ناقصن فيها، كانت ب28 ولات ب24. وهاد الماركة تاني ديال هاد الزبدة حتى هي دايرة فيها التخفيض. ماما خوتي حنا كنصورو ليكم على الحاجة اللي فيها التخفيض، هي كانت ب22 درهم، دابا دايرة ليها 20 درهم. وهاد المجموعة حتى هي دايرة فيها التخفيض ديال جافيل ساني كروا، وعاطين كادو مع هاديك ديك الماركة ديال تيد ماجيكس ديال الاوتوماتيك. بصراحة انا ما عمري ما خديته. وهذا هو الكتالوج اخوتي ديال هاد السيمانة بالنسبة للاثمنة. هاد البالة دايرة 17 درهم، هادي ديال البيتزا والصفاية والحكاكة والضراب. وهاد الماس اخوتي دايرة 11 درهم، ودوك ثلاثة تاهما دايرين 11 درهم. هادي ديال المعلقة 14 درهم، اللي كتحطو عليها الطاجين دايرة 14 درهم، البلاطو 44 درهم. والقلاية خوتي قالك جابوا منهم 8، قال لنا السيد 8 طارو. القلاية هذا هو الثمن ديالها. ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من واحد اللايك. يلا خوتي بالسلامة عليكم.